أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا وسهلا بكم تابعين مقدمة سفرون العرب. النهاردة هتكلم إن شاء الله عن طريقة الحصول على فيزا البحرين لسنة 2021. تأشيرة البحرين هي سياحية فقط، تمام؟ تعد وأيضا تعد فيزا البحرين من أسهل التأشيرات أو سهل نسبيا، يعني ليس لها طلبات كثيرة. طبعا تعفو دولة البحرين 66 دولة من التأشيرة، وتطلب من 102 دولة تأشيرة لدخول أراضيها. أنواع فيزا البحرين لسنة 2021: أولا فيزا إلكترونية، وثانيا فيزا عند الوصول. الأوراق المطلوبة للحصول على فيزا البحرين لسنة 2021: أولا جواز سفر سير المفعول، ثانيا استمارة طلب التأشيرة من السفارة البحرينية الموجودة في بلدك، ثالثا صورة شخصية حديثة خلفية بيضاء، رابعا شهادة صحية من مستشفى حكومي تثبت خلو المسافر من الأمراض. طبعا رسوم فيزا البحرين هي لسنة 2021 هي 100 دينار بحريني. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم بالمعلومات، ولا تنسونا بالضغط على زر لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولكي يصل الفيديو لعدد مشتركين وعدد أشخاص يشاهدون ويستفيدون به أكثر وأكثر. أتمنى أن يكون الشرح قد نال إعجابكم، وإلى هنا نكون قد انتهينا، والسلام عليكم. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.